تمكنت مصالحنا من الإطاحة بشبكة إجرامية مكونة من 3 أفراد من بينهم مسبوقان قضائيا، فبعد تتبع وترصد تحركات أفراد الشبكة واستيفاء جميع الإجراءات القانونية مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة فلوسن من إذن بالتفتيش وتمديد الاختصاص لإحدى الولايات المجاورة، قمنا بالإطاحة بهم مع حجز 11.2 كيلوغرام من مادة الكيف المعالج، حجز مبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدر 145 مليون سنتيم، شاحنتين استعملتا في نقل وتوزيع هاته السموم.